النشرة الرئيسية من الفضائيات التربوية، مساء الخير. البداية مع العناوين: زيادة تعويضات جرح قوات الدفاع الشعبي المشمولين بمشروع جريح الوطن بنسبة 100%. البدء بتصحيح أوراق امتحان الشهادة الثانوية العامة للدورة الثانية في حما. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحدد موعد بدء قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين إلى التفاصيل: وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن المتضمن زيادة تعويضات جرح قوات الدفاع الشعبي المشمولين بالمشروع بنسبة 100% انسجاما مع أحكام المرسومين التشريعيين رقم 11 و 12 لعام 2023 القاضيين بزيادة رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 100%. بدأت مديرية التربية في حما بتصحيح أوراق شهادة التعليم الثانوي للدورة الثانية بعد مناقشة سلالم التصحيح في الوزارة واعتمادها مع مراعاة مصلحة الطلاب. وليد سلطان والتفاصيل. بعد مناقشة سلالم التصحيح واعتمادها من قبل وزارة التربية، بدأت مديرية التربية بتصحيح أوراق شهادة التعليم الثانوي للدورة الثانية. طبعا نحن بالدورة الثانية بدأ تصحيح مادة الفيزياء للدورة الثانية، وزعنا زملائنا بعد ما ناقشنا السلم التصحيح معهم وأكدنا على مصلحة الطالب وأهمية ياخذ حقه ودرجته الحقيقية طبعا، وإذا في شيء جديد بالسلم ظهر مع أثناء التصحيح ممكن نناقش مع الوزارة مع التوجيه الأول حتى نتفق على شيء جديد، وتأكيد على زملائنا يرجعوا يشتغلوا على أساسه. التأكيد على التقيد التام والالتزام بسلم التصحيح ومراعاة مصلحة الطالب وفق إجابته. أكيد هلأ تم توزيع اللجان حسب الأسئلة بكل لجنة، في عندك مصححين، في عندك مدقق، المصحح باللون الأحمر، المدقق باللون الأسود. طبعا دائما السلم لمصلحة الطالب، وإذا في أي نقطة أو إشكالية نرجع للموجه أو لممثل الفرع. خلال التصحيح في طلاب طبعا دارسين أكثر ومركزين علاماتهم أكثر وأخذين علامات، طبعا اللي مستعد جاي على التكميلية فبكون ركز جهوده كله بهالمادة هي، فبالتالي أكيد معدل العلامات بيكون رح تكون مرتفع أكثر من الدورة الأولى، وإن شاء الله التصحيح على تقيد بالسلم بتعليمات الوزارة مثل ما هي بإذن الله. في طلاب كانوا مجهزين كتير، يعني كان معهم تقريبا شي شهر وأكثر كمان مجهزين حالهم، في كتير طلاب هيك، والله يوفقهم كلياتهم يعني. ويتقدم طلاب الشهادة الثانوية للدورة الثانية على أمل تحسين درجاتهم أو الإكمال لاختيار الفرع العلمي بالمرحلة الجامعية الذي يرغبون به. وتسير عملية تصحيح الأوراق لشهادة التعليم الثانوي في الدورة الثانية بكل موضوعية ودقة حرصا على مصلحة الطالب. وليد سلطان، الفضائية التربوية، حما. حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء قبول الطلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية للدورة الامتحانية الثانية لعام 2023، وذلك في مديرية تعادل الشهادات والتي تستمر حتى 31 من شهر آب الجاري. ووفقا لإعلان الوزارة، فيحق قبول الطلبات لشهادات الإجازة في الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية من حملة الإجازة في العلوم الصحية والقبالة والتمريض والتقانات الحيوية وتخصص السمع والنطق والطب البيطري ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية. افتتحت كلية العلوم السياسية في دمشق عام 1977 بنظام تدريسي مدته 4 سنوات، وكان تأسيسها بهدف ربط التدريس الجامعي بالمجتمع وتخريج كوادر مؤهلة ثقافيا قادرة على أن تنخرط في مؤسسات الدولة. فماذا نعرف عن هذه الكلية لنتابع معا؟ كلية العلوم السياسية تأسست بعد صدور المرسوم الجمهوري بتحويل المعهد العالي للعلوم السياسية إلى كلية تتبع لجامعة دمشق، وبالتالي فكلية العلوم السياسية هي استمرار وتطوير للمعهد العالي للعلوم السياسية الذي تأسس سنة 1977. طبعا الدفعة الأولى كانت من المعهد العالي للعلوم السياسية سنة 1984. طبعا هذا المعهد هو كان معهدا أكاديميا
يتبع إداريا للقيادة القومية للحزب، وعلميا وسياسيا للقيادة القومية للحزب، وأكاديميا لوزارة التعليم العالي. كما ذكرنا في عام 2003 صدر مرسوم بتحويل المعهد إلى كلية تتبع إلى جامعة دمشق. لدينا في كلية العلوم السياسية كما هو في كل كليات جامعة دمشق النظام التدريسي 4 سنوات، في كل سنة يوجد لدينا 12 مقررا دراسيا. وبالتالي أحد الأهداف الأساسية التي نعمل من أجلها في هذه الكلية هو العمل على ربط الجامعة بالمجتمع، بمعنى العمل على خريج كوادر قيادية من هذه الكلية جديرة مؤهلة مثقفة ثقافة عالية قادرة على أن تنخرط في كل مؤسسات ودوائر الدولة. بدأ فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة باستقبال طلبات الراغبين بالتقدم لاختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الدكتوراه، والذي سيقام في 5 من شهر أيلول القادم. وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور قحطان الفلاح أن التسجيل للراغبين بالتقدم للاختبار مستمر حتى يوم الخميس في 31 من الشهر الحالي، لافتا إلى أن الثبوتيات المطلوبة للتسجيل هي صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني، وصورتان شخصيتان حديثتان، وصورة عن مصدقة الماجستير بمعدل لا يقل عن جيد جدا. انطلقت أمس فعاليات مهرجان حوران للتسوق والعودة إلى المدارس في منطقة البانوراما في درعا بمشاركة نحو 90 شركة من مختلف المحافظات السورية. وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة أن الحسومات تتراوح ما بين 10 و30%، وأن المهرجان يستمر حتى 7 من الشهر القادم. من جانبه قال مدير المهرجان فهد الحريري إنه للمرة الأولى منذ سنوات يتم تنظيم مهرجان للتسوق بهذا الكم من المشاركين وعلى مساحة تصل إلى 2000 متر مربع بعيدا عن الصالات الضيقة. يواصل مهرجان الأغنية السورية التراثية بنسخته الثانية فعالياته في قصر العظم بدمشق. وبرحلة غنائية تراثية سورية أطربتنا فرقة التراث السوري بقيادة المايسترو نزيه أسعد بغناء فادي العلي ممثلا بصوته منطقة الجولان السوري المحتل، حيث غنى 3 أغنيات يا ظريف الطول وحطي عن نار يا جدة وبكرة بنعاود، وأدت لانا هبراسو تحت هودجها وقالوا لي كن من التراث الدمشقي، إضافة إلى غنائها 2 أغنية من التراث الشركسي. أما تراث منطقة السويداء فتعانق صوت لانا هبراسو وفادي العلي في دويتو وغنيا محبوب قلبك وشدا ريناس اليوسف من التراث المردنلي. ومن قصص التفوق نبقى مع الطالبة شهد أسامة حمد الأولى على محافظة ريف دمشق في شهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي والثانية على مستوى القطر، حيث حصلت على مجموع 2700. بداية نحن طول السنة بنبقى مثل اللي عم يرقص على خيط، بنبقى بحذر بتوجس، فينا نقول انه انا خايفة انه انا بجيب ما بجيب، بعمل ما بعمل، بدرس كذا، هاي الامور كلها. اي فلما طلعت العلامة ولقيت انه انا الحمد لله جايبة كل شيء مثل ما بدي وخلص، يعني وصلت للمرحلة اللي انا كنت دائما عم بتعبلة، كان في شعور راحة مو طبيعي. انا لما بشوف شخص عم يتعب وعم يشتغل وعم يساعدني وعم يمشي معي خطوة بخطوة، انا بصير عيب علي اني انا ما اقدم له ما رد له هذا الشيء بافضل النتائج. فانا يوم اللي اجوا الاساتذة قالوا لنا ما خاب املنا فيكي، وكنا يعني انه متوقعين هذا الشيء، والحمد لله لقينا يعني شعور من الراحة والفرح لا يوصف. ماما تشوفني قبل النوم كنت نام على فيديوهات المقابلات مع الاوائل سواء بسوريا او خارج سوريا، يعني الشهادة الثانوية بشكل عام اشوفهم اطلع اقول انا معقول كون معهم، معقول كون منهم بشي يوم، الحمد لله لكن كنت معهم. هذا كل ما لدينا لليوم من أخبار، ننتقل إلى النشرة الاقتصادية ومع باقة من الأخبار الاقتصادية المحلية والعربية والعالمية، لكن بعد الفاصل.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بالسماح لكل المستوردين باستيراد آلات الزراعة والبستنة والغرس والشتل المستعملة أو المجدد منها، وحدد القرار الضوابط والشروط اللازمة لاستيراد الآلات على ألا يزيد عمرها على 5 سنوات، وأن تكون بحالة فنية جيدة، وأن تكون مناسبة للعمل في سوريا. كما حدد القرار أن تكون هذه الآلات موثوقة فنيا ومن صنع إحدى الشركات المعروفة عالميا بهذا المجال، وأن يلتزم المستورد بتوفير القطع التبديلية للإصلاح والصيانة. تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل زيادة محتملة في الإمدادات العراقية والمخاوف حيال الطلب. وذكرت وكالة رويترز أن خام برنت تراجع 8 سنتات إلى 84.38 دولارا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 80.65 دولار للبرميل. ودعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية توقعات أن يبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضعف آفاق الطلب على النفط ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية. نبقى مع أسعار الصرف والذهب محلياً. ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير يزن. مساء الخير ألا. مشاهدينا جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. تغلب ميلان على مستضيفه بولونيا بهدفين نظيفين على ملعب ريناتو دال آرا في ختام لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وافتتح أوليفي جيرو النتيجة في الدقيقة 11، فيما سجل الوافد الجديد كريستيان بوليزيتش الهدف الثاني في الدقيقة 21. بهذا الفوز حصد ميلان أول 3 نقاط ليحتل المركز 5، فيما ظل بولونيا دون نقاط في المركز 18. وفي إنجلترا واصل أرسنال انطلاقته القوية في البريمير ليج هذا الموسم بالتغلب على مضيف كريستال بالاس بهدفين دون رد على ملعب سيلهيرست بارك ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل مارتن أوديغارد الهدف الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 54. وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة في المركز 3، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط في المركز 11. وفي الدوري الإسباني لقنا ديبورتيفو ألافيس ضيفه إشبيليا درسا قاسيا وتغلب عليه ب4 أهداف مقابل 3 في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتقدم ألافيس بهدف عن طريق لويس ريوخا في الدقيقة 7، لكن إشبيليا أدرك التعادل بهدف عكسي سجله عبد الكبير أبقار بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 15، وأضاف إيريك لاميلا الهدف الثاني لإشبيليا في الدقيقة 41، لكن بعدها ب3 دقائق فقط رد روبن دوراتي بهدف التعادل لألافيس. وفي الشوط الثاني تقمص إنريكي غارسيا هكيكي دور البطولة وسجل الهدفين 3 والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 54 و59، ثم رد رافائيل مير في سينتي بهدف لإشبيليا في الوقت بدل الضائع. وبهذه النتيجة حصد ألافيس أول 3 نقاط له ليتقدم للمركز 7، بينما بقي إشبيليا دون رصيد في المركز الأخير. أحرز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 2 عالميا لقب بطولة سينسيناتي الأمريكية المفتوحة للتنس الأساتذة ذات 1000 نقطة والمقامة على الأراضي الصلبة، وجاء فوز ديوكوفيتش بعد تغلبه على الإسباني كارلوس الكراز المصنف الأول عالميا بمجموعتين 1-7، 5-6، و7-6 في واحدة من أطول مباريات بطولات الأساتذة والتي استمرت 3 ساعات و49 دقيقة، وهذا اللقب الرابع الذي يحرزه ديوكوفيتش خلال العام الجاري بعد فوزه ببطولتي الجراند سلام في أستراليا ورولان جاروس في فرنسا وبطولة أديلايد الأسترالية، ليرتفع بذلك رصيد ألقابه خلال مسيرته إلى 95 لقباً.
مشاهدينا كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. أعود إليك آلاء. شكرا لك. شكرا لك. من حول العالم نذهب إلى سلطنة عمان ومقطع فيديو لمنطقة ظفار جنوب السلطنة، حيث تبدو المنطقة المليئة بالغابات والشلالات بعد هطول الأمطار الموسمية وكأنها قطعة من الجنة. لنشاهد معا. نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين: زيادة تعويضات جرح قوات الدفاع الشعبي المشمولين بمشروع جريح الوطن بنسبة 100%. البدء بتصحيح أوراق امتحان الشهادة الثانوية العامة للدورة الثانية في حما. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحدد موعد بدء قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. دمتم بأمان الله. إلى اللقاء.